هذا يسأل عن اللي يريد يعتمر عن أبيه، نقول هل أبوك ميت ولا حي؟ إن كان حياً وهو يقدر على العمرة فلا تعتمر عنه، أما إن كان حي ولا يقدر على العمرة لا حاضراً ولا مستقبلاً أن تعتمر عنه وتعمل في عمرتك عنه مثل ما عملت في عمرتك عن نفسك سواء بسواء، إلا النية، الفرق النية فقط. نعم.